أنا مرات يعني ما أحب أتطرق إلى مواضيع غيري، لأن يعني كل واحد ومواضيعه واهتماماته، والناس مو كلها يعني يجوز أكو مثلي مثل غيري، يعني صحفيين وكذا متخصصين يسولفون بالمواقع التواصل، بس يجوز البعض لا، مجرد يعني هو إنسان عادي يعني ويحب يفضفض، فما أطلب منه أن يكون تفكيره نفس تفكيري أو مواضيعه، لكن اكو ناس تاخذ محتوى معين وتلح عليه كليك 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 كليك، قد يكون محتوى جيد او قد يكون متوسط او قد يكون فكاهي لا بس، بس من المعيب من قلة الرجولة انه البعض يعني يكاد يكون محتوى اجزم، يكاد يكون محتوى فقط عن علاقة عن الجنس الاخر، ومو الجنس الاخر انه مثلا شعار تغزل بالجنس الاخر او كذا، لا دائما نقد. يعني أنا أشوف له واحد على التيك توك دائما يحكي على النسوان حتى لو مو زينات، بس ما معقول يعني دائما أنت تحكي على النسوان، هذا اللي لبس الوجه وغلطات قادحة، يعني ما معقول. أتمنى ترى هاي ضعف، ضعف بالرجولة وضعف بالهيبة. نعم أكو ناس النسوان مو زينة، بس النتيجة زوجها، أخوها، ابنها، شيخ عشيرتها، الحاكم الشرعي، ماكو حاكم شرعي عندنا، القاضي، الرأي العام، تيجي هم هذول يصدوا له. احنا دائما مثل ما يقول البدو، البدو عندنا يقولون احفظ بعارينك. يا اخي صحيح اكو حتى زلم ساقطين، واكو نسوان ايضا ساقطات. بس انا شو العلاقه؟ انا شو ليش خلي محتواي هو فقط يتحدث عنه؟ فلانه هيك وفلانه هيك وذني هيك وهيك، ذني الساقطات، ذني الدايحات، انت شغل بيه؟ كلش تعلق منك راحه. احنا شلنا علاقة يعني؟ ما معقولة انا زلمة واعتبر نفسي زلمة، وان شاء الله يعني اللي مقصودين هم ان شاء الله زلم، ما اقول مو زلم، بس ما معقولة محتواك كله على النسوان وعلى لبسهم وعلى تصرفاتهم. عوف الخي ولا، وبنفس الوقت اكو نسوان، اكو نسوان يعني وحدة عراقية وحدة يا رب هي وحدة خليجية او شيء، هناك وايد من عدة جنسيات، بس اكو وحدة بالذات عراقية يجوز تشوفنا وحدة خليجية، ما عندهن الا الرجل للرجل الرجل الرجل، وطبعا ساي نازل على ركبه وداس دايس دايسه على الرجل العربي، الرجل الشرق الاوسط، طبعا هاي العراقي كله، العراقي كذا، العراقي كذا، العراقي كذا، يعني ببساطه انت طلعت برا وتردين الرجل الغربي او الرجل غير العراقي، لان اكو وحده حتى تغزل بالرجل الافريقي. طيب خلاص انت ردت شيء، ليش تحكين على زلم بلدك؟ بالنتيجة والدك يعني شبل الحكي، أخوك، إذا من الزوجة زوجك، شيخ عشيرتك، أجدادك، إذا ذولا كلهم زينين معناته إنه حتما أكو ناس غيرهم هم زينة، إذا الحكي ما يشمل الكل، فالجزء هذا تركي عوفي، أو قول أنا فلان فلان شخص، لا تطرحين الموضوع عام، وإذا تقولين حتى أبويا حتى أخويا حتى زوجي مو شيء، فخلاص أنت صرت شاذة عن يعني جو الشذوذ شنو؟ انه تنفصل عن الشيء الشائع اللي انت بيه، فترك الموضوع، عيش حياتك، والله محمد وعلي وعلي وهي هذا الانسان من البيئه اللي تريدينها، اما انت مصلحه اجتماعيه يعني وتردين تغيرين مفهوم هذا، فكل مجتمع وله خصوصيته، حتما اللي شفتيه بالرجل الغربي او الافريقي او شيء حتما اكو شيء سلبي، ليش؟ لان شوفين نسبه الطلاق بالدول الغربيه، مثلا انا عايش بامريكا، نسبة الطلاق شو فيه؟ نسبة عزوف عن الزواج كله بوي فريند او صديقة او علاقات عابرة يعني موجودة، هاي موجودة يعني ما حد ما ينكرها وتابع الموجود، قلة الزواج، قلة كذا، قلة يعني امور زواج المحارم، علاقات المحارم وليس اهم الزواج، وكثير امور، وحتى الاغتصاب يعني وصلت انه الرئيس الامريكي نفسه السابق متهم في تحرش، فهاي ما لاحظتيها يعني؟ فكثير امور، بس هو حتما الرجل مو كامل، الكامل الله في اي بلد، والمراه ايضا مو كامله في اي بلد، الكامل الله، وقوانين البلد تحكم، وظروف الانسان ايضا تحكم، قد يكون انسان جيد بس الظروف ضاغطه عليه، قد يكون والناس المحيطين به ايضا سيئين، والنظام العام اللي عايش به قد يكون سيء، وفي المقابل قد يكون انسان عايش في نظام عام جيد، الناس المحيطه به جيده، ظروفه زينه مادية وكذا وصحية، بس هو فاسد، ولهذا تشوفين
طبيب مشهور في ميشيغان مثلا او غيرها، ظهر انه يعني الفضيحة مال الفريق الأولمبي الأمريكي أعتقد لجن جمناستيك الناشئات، والطبيب هذا اللي من أعتقد حتى من أصل عربي، وهذا الأمريكي السفاح وكثير، والرئيس ترامب القضية اللي عليه، وقضية طلع هو وجو بوش اللي قضية لما كان برنامج الواقع تلفزيون الواقع لما يحكون عن أعتقد مذيعة أو شيء مشهورة كانت معاهم بصورة سيئة مو إيحاءات جنسية، رغم إنه هم واصلين والنظام العام وكذا. فالقصد إنه الرجل لا يكون دائما سيء والمرأة لا تكون دائما سيئة، بل كل إنسان وبي نقطة زينة ونقطة شينة، وأحيانا تزود النقطة الزينة كثير فلهذا نقول إنسان خير، وأحيانا النقطة الشينة تبرز أكثر فنقول إنسان سيء هذا. لكن مستحيل انه تعممين الرجل الشرقي او الرجل العراقي تحديدا سيء او العربي، والعكس صحيح. تحياتي والله يصلح الحال.